أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. السلام عليكم. সূরা আনকাবুত এর সম্পূর্ণ তেলাওয়াত শীঘ্রই আসছে আমাদের চ্যানেলে, সুতরাং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তার বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।